فقط بالنسبة إلي هي الملجأ اللي بيخفف عني الضغوطات النفسية. ففكرت إنه نعمل مشروع يدمج ما بين خدمة للناس وحاجة ترفه عنهم. فكانت فكرة الكافيه إنه كافيه عادي لكن في حاجة لطيفة وظريفة، إنه هو مع فنجان القهوة في بسة تلعب معاها، بسة تخليك تبتسم وتضحك وتنسى ضغوطات الحياة اللي ما وراء باب الكافيه. فكرة كتير رائعة بالذات للناس محبي القطط، بالذات نوعية القطط لها النوعية كتير جميلة كيوت، فالفكرة كتير رائعة يعني رغم غرابتها لنا في المجتمع، بس كتير رائعة. لمجرد أنا ما سمعت الخبر كتير كنت سعيدة. مجرد أنا ما حكيت الفكرة لصديقات ولخواتي كتير فرحوا، كتير انبسطوا بأنه في صار عندنا مطعم بهذا الفكرة، هذا بيحمل هذا الموضوع.